إلا أنه اليوم لازم نميزه بين أمرين اثنين، بين الدين وبين التدين. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإنسان ما يقدرش يعيش صح بلا دين أو إيمان. الذكاء الحركي، وهنا فيه قصة لامرأة جزائرية، قصة مدهشة وقصة يضرب بها المثل، ولكن بلا ما نسناو المقابل، لأنه احنا عندنا واحد المثل يكلا جاج الناس يسمن جاجه. الثقة تبنى ولا تمنح.